الثقافة والقطاعات الأخرى وخاصة قطاع الأعمال، وأنا متأكد جدا أنكم من الرياديين والرياديات في هذا القطاع، لأنكم أنتم تصنعوا الاقتصاد التكاملي لصناعة أو تطوير العجز والغبن الحاصل الآن خاصة في تجارتنا البينية، حيث لا تمثل تجارتنا البينية في هذا العالم الواسع والمتكامل ذهنيا وفي مخيالنا لا تمثل إلا أرقاما أخجل أن أقولها سيد المدير العام وسيد الرئيس، أقل من 10%، في حين علاقاتنا بالغرب وغيره تفوق 80%.